شوف جايبين لك هذا رئيسهم ديرهم تركب خيل بتلعب صح ولا لا استاذ؟ طبعا ارجع الخيل العربي على الخيل الاجنبي الله اربكم كله وفي انواع خيل عندكم بعد؟ طبعا يلا شايف كيف؟ في صغير يقول لك في خيل صغير؟ في خيل في خيل صغير يلا بنشوف لك خيل صغير يلا يلا واو واو هذا هو الخيل اللي كان ودك تشوفه يا عزام نعيش الخير ونجسد محبتنا وفيها نجوم من الأطفال يشوفوا النور والأمان مستلزمات الخيل واللبس ما شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله عندنا الكابتن هذا اليوم بيبدع إن شاء الله عطنا شيء له مش نلبسه نلبسه أول شيء الخوذة الخوذة عطنا الخوذة هلمت تعال لي هنا شو أوه كيف نسكها يا كابتن الله 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 إيش اللي شوف قبل ركوب الخيل يا عزام لازم في أمور معينة تتعلمها من أجل الأمن والسلام من ضمنها لبس الخوذة أيوه لا 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 طيب والكرباج وين؟ هذا الكرباج عطنا كرباج طبعا هو ما يحب العنف ولا بيضرب إن شاء الله هذا الأصل حقته تعال 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 الله 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 تعال تعال شو الحلاوي تعال 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 صبرك الآن أنت مستعد للركوب سمانة نير سمانة نير عادي عادي خلص هذا عادي هالمحل حط رجلك هنا شوف حط رجلك هنا ولا لا كابتن اي اي حط رجلك هنا يلا مشى مشى كيف بسم الله بطل تحرك ها ظهرك يلا. شوي ورا ارفع ظهرك ظهرك شوي ورا الله خليك مستقيم وهذه أمنيتك تحققت يا عزام وصرت على ظهر الخيل بس تحتاج شوية تدريب في البداية وفيها نجوم من الأطفال يشوفوا النور والأمان اسمح لي يلا عطني يلا شايف شد ظهرك هذا شد الظهر يلا مش يلا وخ يلا يلا مش يلا هز 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 اضرب رجولك يلا يلا وامشي ما في شوي شوي رجال انت يلا ايه يلا تشجع يا عزام مو بهذا الخيل اللي تحبه ودك تشوفه وتركبه نجوم الخيل حكاية أمنية فيها الطفولة تزين الله خلاص خلاص انت الان انبسطت ركبت خيل كل شيء تمام طيب وش رايك عندنا مفاجأة ثانية يا عزام يلا ننزلك يلا كابتن امسك انا بنزلها يلا تعال هات يدك هات رجلك هذه طلع هذه ها نزل الثانيه نزل الثانيه خلاص نزل 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 انا ماسك وش هالحماس مفاجاه ثانيه يا ترى وش هي يلا تعال شوف شوف الخيل عجبني عجبك عجبني والله يلا تعال تعال نشوف هذا بعد تعال تعال لا هنا ما في خيل ما في العربية برفعك هنا عشان تشوف الخيل لا شوف هنا يلا عادي يا بركان لا تلعب بعصابنا وين المفاجأة شايف قوي ها شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يلا مسكها حطيتك عليه حطيتك عليه الله 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 الله, الله. شيء حلو شيء حلو شيء حلو مرة شيء حلو يو هنا ما ها وش ده في شيء هنا وش وشو تعال 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 شاف 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 ايش الدبان ذا ايش رايك فيه حلو والله والله ايوه ترى هذا لك والله والله لك يا وزيرك اركب اركب يلا اركب تعال يلا تعال اركب يلا تعرف تسوقه إيه أكيد أكيد حكاية أمنيات عنوان فرحتنا نعيش كان نفسك بدباب جابوا لك دباب كان نفسك بخيل وركبت الخيل أهم شيء سعادتك يا بطل والأمان الفرح ألوان الله ألعب ألعب عش حياتك ألعب والله يا جماعة اليوم يوم استثنائي ويوم جميل
انه عزام مبسوط ومستانس، وكالعاده اي طفل تتحقق له الامنيه ينسون فايز. اوي اوي اوي، اهم شيء انه مستانس. خلوكم معه، بكره نلتقي، يلا باي. نشاركهم بكل حب وسعاده ولي.